تعتبر الخضروات والفواكه من أكثر المأكولات اللي كتوفر على عناصر غذائية هامة لجسم الإنسان. هي صراحة كتساعد على الوقاية من أمراض كثيرة، وكتستخدم كذلك في الرجيم وتحضير أطباق متنوعة وعصائر كتكون صحية ومفيدة اللي كتساعد على الحفاظ على الجسم والوقاية ديالو والحماية ديالو من الأمراض كذلك. فهاد السلسلة إن شاء الله غنتكلمو على فوائد ديال الخيار، شرب عصير الخيار بالنسبة لجسم الإنسان. فوائد شرب عصير الخيار هي كيحافظ على بشرة صحية اللي كتكون خالية من العيوب، لأنه كيحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة. كذلك كيمنح للجسم الطاقة اللي كتمكنو من أداء الأنشطة ديالو بشكل طبيعي وإلى فترات طويلة بلا ما يحس لا بالعيا ولا بشي حاجة. كيحافظ على صحة الأسنان، وكذلك كيكون عنده دور في وقاية اللثة من الإصابة بالالتهابات. كذلك كيقلل الوزن الزائد، علاش؟ لأنه كيقلل الشعور بالجوع الإنسان اللي كيشرب داك العصير ديال الخيار. كيقوي الأظافر والحماية ديالها من التشقق، وكذلك كيقوي العظام وكيحافظ على صحة الكلي، وكيزول ديك الحصوات ولا الحصى اللي كيكون متراكمة في الكلي. كينشط الدورة الدموية بطبيعة الحال في الجسم، وكيعالج الاضطرابات اللي الجهاز الهضمي، واللي هي كتكون مثلا بحال قرحة المعدة ولا عسر الهضم ولا الإمساك. كذلك نتمنى تكون المعلومة وصلتكم على الأقل واستفدتوا ولو النوع القليل. ورمضان مبارك إن شاء الله للجميع، وأكيد إن شاء الله تكون سلسلة خاصة بهذه الفوائد الخضار والفواكه بالنسبة لجسم الإنسان. نتمنى تنال إرضاكم، ونتمنى تكون استفادة ولو القليل إن شاء الله. تحياتي.